الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا وحبايبنا في باقة أفكار، واللي بيتابعونا في تعلم دروس الكروشيه، النهاردة مع درس جديد هنتعلم فيه إزاي نعمل وحدة مربعة من 5 صفوف بس شغل، وفي نفس الوقت من لونين اتنين بس. هنعمل كل الأشكال الجميلة دي، تعالوا نشوف واحدة واحدة كده، يلا بينا حبيبنا ومشاهدينا في باقة أفكار. قبل ما نبتدي نتعلم ونعمل مربع الجيراني مع بعض، يا ريت تسعدونا بتواصلكم دايما معانا، وتقولنا بتتابعونا من أنهي بلد، وكمان يا ريت ما تنسوش شير للفيديو ولايك لو عجبكم، وإن شاء الله هيعجبكم. يلا نبدأ. أنا أول حاجة بعملها غرزة البداية، هعمل أول صف هنا أهو، أخد لفة كده على الإبرة وامسكها بإيدي، ابتدي أول أعمل أول غرزة فيها. هعمل عدد 6 سلاسل، 4 5 6، وهدخل الإبرة في أول واحدة هنا، وهسحب غرزة منزلقة. بعدين الخيط ده أنا هاخده معايا في سكتي كده عشان أظبطه معايا، 1 2 3، وهبتدي هنا ادخل جوه الدايرة، هعمل عمود هنا. بقى العمود بتاعي مش هعمل كده واقفل على طول، لا، انا هعمل طريقة تانية خالص بحيث ازود طول العمود. فانا هعمله ازاي؟ هاخد لفة سلسلة في اول لفة، بعدين هضم الاتنين مع بعض واخد دول مع بعض كده. انا عملت اول بتلة من دول هنا، بعد كده هعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وابتدي اعمل تاني البتلة التانية اهي، سلسلة وخلي معايا على الابرة، والتانية، ودول بخطهم كده مع بعض. انا عملت البتلة التانية، كل بتلة وبتلة بينهم 3 سلاسل، 1 2 3 اهو، وكل بتلة بتتكون من عمودين. ادي اول عمود، العمود الثاني اهو، ثلاث سلاسل، 1 2 3، هكمل جوه الدايرة كده لغاية ما يبقى عندي 8 بتلات زي كده بالظبط، هوصل لغاية ما اقفل واجيلكم. خلصنا احنا كده 8 بتلات، هنعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وهدخل في اول سلسلة هنا كده اهو، وضم الاثنين على بعض واقفل بواحدة منزلقة، وكمان واحدة، واقطع الخيط هنا واشد كده، وبقى انا كده خلصت اول صف. هنبتدي الصف الثاني بان انا اعمل هنا في كل مكان من دول بتلتين زي كده بالظبط اهو، يبقى كل مكان بين دي ودي، بين البتلتين دول بعمل 2. هنشوف ده مع بعض. الخيط اهو خلف الشغل اهو، 1 2 3، وهبتدي اعمل البتلة اللي انا بعملها من عمودين، 1 2 3، البتلة التانية في نفس المكان، ادي اول عمود، العمود التاني، واقفل. بعد كده 1 سلسلة بس، وهحود على الاتنين اللي بعدها، ادي اول بتلة بينهم 3 سلاسل، البتلة التانية اهي، اهو 1 سلسلة، هعمل 2 هنا كمان، واقفل الاتنين مع بعض بينهم 3 سلاسل في نفس المكان، البتلة التانية، واعمل واحدة واكمل بالشكل ده، هوصل هنا واجيلكم. احنا كده خلصنا الصف، هنعمل اخر 3 سلاسل، 3، وهنيجي هنا في اول
غرزة ونقفل، كمان غرزة ونقفل، بعدين هنقص الخيط ونسحب. انا كده خلصت الصف التاني. تمام، الصف التالت اللي هو ده انا هعمله عبارة عن بتلة مكونة من 3 أعمدة وبينهم 3 سلاسل وهكذا. هنغير بقى اللون اهو، عايز اوضح لكم لما اجي انا بحط اللون بتاعي بحطه ازاي اهو تحت، ويطلع في كده اول غرزة واقفلها كويس، بعدين ابتدي اعد 1 2 3 وابتدي اعمل 3 بتلات مجمعين مع بعض. نخلي بالنا مجمعين مع بعض، بقفلهم قفلة واحدة مع بعض، 3 اهو اهي، 1 2 3، وعلى اللي بعدها هعمل بتلة من 3 أعمدة، 2 3 واقفل، 1 2 3، وعلى اللي بعدها العمود التاني، العمود التالت واقفل، 1 2 3، هكمل كده لغاية الآخر وارجع لكم. وصلنا لنهاية الصف وعملنا 3 سلاسل، هنقفل هنا في أول واحدة اهي وغرزة منزلقة من كمان واحدة، وبعدين نسحب الخيط وكده قفلنا الصف. عايزة اقول لكم احنا كده خلصنا 3 صفوف. لغاية ما احنا خلصنا ده الشكل اللي قدامنا ده شكل دائري، احنا عايزينه يبقى شكل مربع، ففي الصف الرابع ده هنبتدي نحول الشكل ده لشكل مربع، بان احنا هنعمل هنا 2 بتلة وبعدين 1 2 3، في الرابع هنعمل 2، يبقى هنعمل جزء مزدوج. هبدل الخيط اهو، هنبتدي هنا مثلا اهي 2 3، ده من الارتفاع بتاعنا 3، هاخد لفة واعمل عمود. هنا بقى مش هخلي الأعمدة مجمعة مع بعض، هخلص عمود عمود من الأول اهو اهي كده، 1 2 3، في نفس المكان هنا هعمل 3 تانيين واخلص العمود وابتدي واحد جديد اهو. كده انا خلصت اول ركن، بعد كده هبتدي اعمل سلسلة واحدة، هنا هعمل 3 أعمدة، 1 2 3، تمام سلسلة اهو. هنكمل سلسلة هنا بقى الركنة التانية، هعمل فيها 2 بتلة، هذه أول واحدة أول عمود، 2 3، طبعا هنا عشان ده كورنر فبنعمل 3 سلاسل، 2 3، وارجع اعمل 3 أعمدة هنا، 2 العمود الثالث، بعد كده 1 2 3، وهعمل هنا بتلة، 3 سلسلة، وهعمل هنا 3، يبقى انا كده ابتديت احول الشكل الدائري ده لشكل مربع. ادي الكورنر وادي كورنر فيهم بتلتين بينهم 3 سلاسل، بعد كده 3 اماكن فيهم كل واحدة بتلة من 3 اعمدة بينهم سلسلة. لغاية ما اخلص هنا هلاقي الدنيا اتظبطت وادتني الشكل ده. السطر الاخير بالاصفر هيبقى الكورنر فيه كورنر، والتلاتة دول هيبقى فيه بينهم 4، ودي الكورنر التاني
نفس الشغل ونفس الطريقة. تمام، تعالوا نكمل مع بعض. أقفل السطر ونيجي نرتفع للسطر الأخير. كده وصلت للآخر، هبتدي هنا أقفل في أول عمود هنا أهو، وهاخد واحدة وهسحب الخيط وأقفل. هبتدي بعد كده بالخيط الأصفر عشان ما غلطش. هبتدي من الكورنر عشان أعمل فيه اتنين، أول واحدة اهي، واحد اتنين تلاتة، ده الارتفاع، وأعمل 3 أعمدة، اتنين، يبقى كده كأنهم 3، بما إني أول واحدة بعتبرها عمود، 3 سلاسل، اتنين تلاتة، في نفس المكان هعمل التلاتة تانيين، الكورنر فيه بيبقى فيه كورنر، وبعد كده سلسلة، وهمشي هنا 3، سلسلة وامشي 3 زي كده بالظبط. هو كورنر في كورنر، 1 2 3 4، وعمل كورنر وهلاقي في نفس المكان، 2 3 4 وعمل كورنر. وعشان الموضوع يظبط معايا قوي لازم اتأكد ان انا في اول سطر دول 8، السطر التاني هيبقوا 16، كل مكان فراغ هيبقى فيه 2. اتأكد كل مرة قبل ما اخلص دي ان انا عملت 2 هنا قبل ما اروح للي بعدها. لو نسيت وعملت واحدة هيديني العدد غلط، وحاجة اعمل الكورنرات هنا هيطلع العدد مش مظبوط. تمام، ده الوحدة اللي احنا هنعملها، وهنقفل زي كده بالظبط زي ما قفلنا. طيب تيجوا نشوف احنا الاشكال اللي احنا عملناها مع بعض. ده مثلا احنا عملنا صف ازرق واتنين اصفر، واحد ازرق ده اصفر، ده عملنا واحد ازرق اتنين اصفر زي ده بالظبط. نيجي هنا واحد ازرق اتنين اصفر اتنين ازرق، يبقى انا اللي ببدل الخيط واعمل اشكال كتيرة تباديل وتوافيق من الخيط زي ما احنا شايفين كده. اتمنى الجيراني ده يعجبكم، والمفاجأة بقى الجاية ان شاء الله في الفيديو الجاي هنستخدم كل الوحدات دول في عمل شال ترند لشتاء 24. كل سنة وانتم طيبين، انتظروني مع الفيديو الجاي. وعشان نعمله مع بعض عايزين 17 وحدة من دول. تمام، أطيب تحية ليكو دكتورة رويه.